السلام عليكم ورحمة الله. إذا درسنا اليوم هو اضطرابات الجهاز المناعي. هذا الدرس يعتبر آخر درس مقرر السنة الثالثة إعدادي، يدخل ضمن الجزء الأخير اللي هو جزء المناعة. إذا جسم الإنسان أو الجهاز المناعي قد يصاب بعدة اضطرابات، هذه الاضطرابات تحد من فعاليته ويصبح هو السبب في ظهور بعض الاختلالات في الجسم، يكون سببا لاختلالات في الجسم. إذا فما هي هذه الاختلالات وما أسبابها؟ أول هذه الاختلالات هي الأرجيات. إذا نشوفوا ما هي الأرجيات، لنلاحظ صور. إذا هناك كنشوفوا حساسية التهاب الأنف، غشاء المخاطي الأنف. كنلاحظوا هنا أيضا فتاة مصابة بالعطاس نتيجة لوجودها في حقل به. ما هذا؟ إنه حبوب اللقاح. إذا حبوب اللقاح ممكن أن تسبب عطاس لبعض الأشخاص. هؤلاء الأشخاص نسميهم أشخاصا أرجيين. إذا هذه الحالة اللي كنتكلموا، لاحظ هذا الشخص أيضا هو يقوم باستنشاق الزهور، لكنه أصيب بحالة من حالات ما يسمى الأرجية. إذا هذه الحالة اللي كنتكلموا هنايا هي حالة الأرجية. إذا بعض الأشخاص تظهر عندهم حساسية مفرطة اتجاه بعض المواد التي ليس لها عادة تأثير على الجسم، أي مولد غير ضار، مثل حبوب اللقاح، الغبار، القراديات، بعض المواد الكيميائية، سم بعض الحشرات، بعض المضادات الحيوية. هذه المواد هي تسمى مؤرجات. هذه المواد تسمى مؤرجات أو مؤرجات، نعم. وتؤدي عند اتصالها كما لاحظتم أو تسربها إلى جسم الشخص، هذا الشخص نسميه شخصا أرجي، إلى نوبات أرجية. من أعراضها سنرى أعراض بعض الأرجيات ومسبباتها. من أعراضها سنرى العطس، الدموع، الأوديما، الإكزيما إلى غير ذلك. إذن سنرى بعض أعراض الأرجية ومسبباتها من خلال جدول بشكل مفصل التي ذكرناها والتي رأيناها من خلال ملاحظة الصور. إذا الحالات المرضية: الإصابة ملتحمة العين، أعراضها انتفاخ العين وإحمرارها. مسبباته هو زغب القطط والكلاب وحبوب اللقاح. لدينا أيضا حالة أخرى مرضية تسمى الربو الأرجي. إذا هذه الحالة راه كتعرفوها، بعض الأشخاص تقدر تكون شفتهم كي عندهم ما يسمى الحساسية أو الربو. تلاحظون أنه مجموعة الأشخاص أنهم يكون شي غرفة بها غبار المنازل، إذا غبار المنازل أو زغب بعض الحيوانات أو حبوب اللقاح خصوصا فصل الربيع، كنلاحظوا أن ذاك الأشخاص يصابون بواحد الحالة ديال ضيق في التنفس، ما يسمى أعراض ضيق. أعراض هذا الربو هو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس. والسبب ما هو؟ السبب هو تمدد العروق الدموية الرقيقة، اللي هي تمدد العروق الدموية داخل الرئة، يعني تقلص الألياف العضلية للمسالك التنفسية. والحالة الأخيرة كتسمى إكزيما،
شنو هي الكزيما؟ هي الحكة في الجلد. بعض الأشخاص كتلقى عندهم جلدهم كيصاب باحمرار شديد نتيجة بعض المواد، مثلا مواد ك بعض الأدوية، نتيجة أخرى بعض الأدوية أو بعض الأغذية، مثلا عنده كاين حساسية، عنده بعض نوع من أنواع الأغذية أو لا مواد كيميائية بحال جافيل إلى غير ذلك. إذا كنتمنى تكون هذه الفقرة واضحة. إذا قلنا زرنا على الرابو الأرجي ودرنا على الكزيما. إذا هنا سنعطيه تعريفا للأرجية. تعريف للأرجية، الأرجية هي أو الاستجابة الأرجية هي رد فعل مناعي مفرط، السبب هو رد فعل جسم الإنسان أو جهاز المناعة بشكل ماذا؟ بشكل مفرط، ضد من أو ضد ماذا؟ اتجاه ماذا؟ بعض العناصر أي الغير الضارة، حيث كنعرفوا أن جهاز المناعة يتدخل لمحاربة العناصر الأجنبية أي مولدات المضاد، خصوصا الجراثيم، الفيروسات، البكتيريات، الحيوانات الأولية. لكن في هذه الحالة يكون رد الفعل تجاه عناصر هي غير ضارة، وهذه العناصر تدعى مؤرجات، مثل ماذا؟ حبوب اللقاح، وزغب بعض الحيوانات، بعض الأدوية. إذا متى حبوب اللقاح زغب الحيوانات هذو كتعتبر عناصر هي دخيلة في الحقيقة أجنبية لكنها غير مؤدية. لكن بالنسبة لبعض الأشخاص اللي هما نسميهم أشخاص أرجيين، كتسبب لهم نوبة أرجية، كتسمى نوبة أرجية. بعض الأغذية، سم بعض الحشرات، وبعض المواد الحيوية. نصل هنا إلى آلية الاستجابة الأرجية. آلية الاستجابة الأرجية لتحديد نوع المؤرج المسؤول عن أرجية معينة. إذا من أجل أن يعرف شخص سبب الأرجية، يلجأ الطبيب المختص، طبيب الجهاز التنفسي، أنه يقوم باختبار جلدي. يقوم باختبار جلدي، سنرى هذا الاختبار، لنريكم شكل الاختبار الجلدي. مثلا هنايا كتشوفوا هنا كيعطينا واحد الرموز، كيوضع اختبار جلدي. شنو هذا الاختبار؟ هذا يقوم بحقن جلدي المريض ببعض المؤرجات، كما كتشوفوا بعض المؤرجات تحت الجلد في أماكن مختلفة من جسمه. واضح؟ إذا ها هما المؤرجات. هنا عنده المؤرجات، عنده هنا مثلا زغب ديال لولابان، كما كتشوفوا لولابان يعني القنية، الصوف ديال الخروف لو موتون، لو كوتون القطن، لي زانسيكت دوميستيك الحشرات المنزلية، زغب الحيوان كالكلب. إذا عنده هذا مجموعة المؤرجات كياخدهم وكيحقنهم تحت الجلد، كل واحدة في مكان مختلف. كتلاحظوا إذا هنا هاد الحميرة يعني هاد المستوى، ماشي هو هاد الحميرة اللي هنا، ماشي هو الاحتمار احمرار هنا، ماشي هنا، هنا ما كتلاحظوا أي احمرار. إذا هاد الشخص هذا بالتالي ملي كيكون احمرار شديد، إذا هنا كيتعرف داك الطبيب أنه عنده أرجية ضد واحد النوع معين من المؤرجات. بالتالي في هذه الحالة يوصيه بتجنب ذلك المؤرج. مثلا إذا كان هنا حقنا حبوب اللقاح، كيقول له تجنب حبوب اللقاح لأنها كتسبب لك في أرجية. إذا كياخذ واحد القليل من المؤرجات وكيحقنها في أماكن مختلفة من الجلد كما تلاحظون. إذا يؤدي دخول مؤرج حبوب لقاح أو زغب حيوانات لجسم بعض الأشخاص إلى إنتاج كميات كبيرة من مضادات الأجسام من نوع الجلوبين أو
نوع الجلوبين او. شنو هو الجلوبين او؟ اي جي او. الجلوبين او هو نوع من مضادات الاجسام توجد. اذا هذا المضاد الاجسام شكون كينتجها؟ هو الكريات اللمفاوية بي. توجد اين؟ توجد في مصل الاشخاص الارجيين، توجد في مصل الاشخاص الارجيين، وتفرز اكيد من طرف اللمفاوية بي. اذا حينما يدخل المؤرج لبعض الاشخاص اللي هما ارجيين، يتم انتاج كميات كبيرة من مضادات الاجسام من نوع جلوبين او. جلوبين او عطيتكم التعريف، هو نوع مضادات الاجسام توجد في مصل الاشخاص الارجيين وتفرز من طرف اللمفاوية بي. والوثيقة الموالية ستبين لنا مراحل الاستجابة الأرجية. إذا نشوف مراحل الاستجابة الأرجية، إذا كتلاحظوا هذه هي مراحل الاستجابة الأرجية كما كتلاحظوا. هذا عبارة عن مؤرش. إذا هذه المرحلة هذه كتسمى مرحلة التحسيس. مرحلة التحسيس من هنا حتى لهنا مرحلة التحسيس. مرحلة التحسيس كتكون من أنه دخول المؤرش إلى الجسم لأول مرة. إذا هو دخل المؤرش للجسم لأول مرة. هذا المؤرش يقدر يكون حبوب لقاح، يكون زغب الحيوانات، يقدر يكون قراديات إلى غير ذلك. بعدها إذا شنو عندنا هنا؟ هذه شنو هي هذه؟ إذا هذه هي البلزمية اللمفاوية بي. إذا شنو كدير اللمفاوية بي ولا البلزمية؟ إنتاج مضادات أجسام. كتنتج لنا كما كتشوفوا مضادات أجسام كيتشكل على شكل إكراك من طرف اللمفاوية بي. هاد المضادات الأجسام كنسميهم إي جي أو. بالنسبة للأرجية المضاد الأجسام اللي خاصين في الأرجية كنسميهم إي جي أو. إذا كتفرزهم مضادات الأجسام، كتفرز اللمفاوية بي أو البلزمية كتفرز لنا مضادات الأجسام. هاد المضادات الأجسام يتم كما كتشوفوا، هذه عندنا واحد الخلية أخرى كيتم تثبيت إي جي أو اللي هي مضادات الأجسام على غشاء الخلايا البدينة. إذا هذه سميتها الخلايا البدينة. هاد الخلايا البدينة هي عبارة عن كريات بيضاء خاصة. إذا هنا توقف حبسنا مرحلة التحسيس. هنا عندنا مرحلة الاستجابة الأرجية. مرحلة الاستجابة الأرجية هنا المرحلة الاستجابة الأرجية ماذا يحصل بها؟ يدخل المؤرج للجسم للمرة الثانية. إذا يدخل المؤرج إلى الجسم للمرة الثانية، بعدها يتم تثبيت. هنا ما كاينش اللمفاوية بي، اذا فقط كيتم تثبيت المؤرج على اي جي او. اي جي او في المرحله الاولى تم تواجدت على الخلايا البدينه، اذا كيتم تثبيت المؤرج على اي جي او المتواجده فوق الخلايا البدينه. بعدها يتم تنشيط الخلايا البدينه، هي هذه كيتم تنشيط الخلايا البدينه. هنا هاد الخلايا البدينة عندها واحد الأفق الحويصلات هما هادو. فقط بعد تنشيطها يتم إفراز الهيستامين. هاهما إفراز الهيستامين، واحد المواد ومواد أخرى. هيستامين ومواد أخرى. هاد المواد اللي هي الهيستامين ومواد أخرى كتسبب لنا ظهور أعراض الأرجية. ظهور الأعراض الأرجية. اذا نشوفوا المراحل، تلخيص ديال المراحل ها هما اللي ذكرناها. اذا اولا الف كاين مرحله التحسيس كما شفتوا، دخول المؤرج للجسم للمره الاولى، انتاج بعدها مضادات الاجسام من طرف اللمفاوي بي اللي هي اللي هما هاد مضادات الاجسام يتسموا اي جي او. تثبيت اي جي او على غشاء الخلايا البدينه اللي هي كريات بيضاء خاصه. المرحلة الاستجابة الأرجية فيها المرحلة الأولى دخول المؤرج للجسم، المرة الثانية تثبيت المؤرج على اي جي او المتواجد فوق الخلايا البدينة، بعده تنشيط الخلايا البدينة، افراز الهيستامين ومواد اخرى،
ثم أخيرا ظهور أعراض الأرجية. إذن وصلنا للخلاصة ديالنا، وصلنا للخلاصة إذن عند بعض الأشخاص تسبب بعض العناصر غير الضارة والموجودة في المحيط التي نعيش فيه اختلالات في توازن الجهاز المناعي، فتصبح استجابته المناعية مفرطة تجاه العنصر الغير الضار، الشيء الذي يؤدي إلى إنتاج الهيستامين ومواد كيميائية أخرى تسبب في ظهور النوبات الأرجية. إذن إلى هنا كنكونوا أنهينا الفقرة الخاصة بالأرجية. كنشكركم على الانتباه ديالكم. موعدنا في الحصة المقبلة، الحصة المقبلة سنرى نوع آخر من الاختلالات المناعية اللي هي داء فقدان المناعة المكتسبة. وشكرا على الانتباه ديالكم.